هي لبعض المدن المغربيه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاتحاد الدستوري. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، ما هي الاجراءات التي اعتمدتها وزارتكم لتاهيل بعض المدن المملكه؟ شكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا. اولا هذه راه كلشي كيشهد بها، كل المدن المغربيه ان تقريبا بدون استثناء عرفت تغيير جذري جدا. وانا شخصيا كان واحد عدد ديال المدن الصغيره ما شحال هذه مشيت لها، ملي كتمشي لها وشحال و10 سنين ما شفتيها شيء، يعني حقيقه كتفاجئ يعني بالتطور اللي شهدت هذه المدن كلها في المغرب. وكما كنقول هاد المسائل ما كيشوفوها غير الوافدين الجدد على هاد المدن، ماشي اللي ساكن فيها. اللي ساكن فيها كيكون تغيير كل يومي وما كيشوفوش، ولكن واحد ملي كيغيب وكيرجع. وكنقول كل المدن بدون استثناء تغير جذري جدا، وهذا راجع وكان وكل شيء كيعرفها بصفه خاصه للرعايه ديال جلاله الملك لكل المدن الصغيره والكبيره. وانا شخصيا عشت الاماكن اللي كيمشي لهم جلاله الملك وكيلاحظ على ان هناك نقص، وكتعطى تعليمات مباشره ابي كان ديلي كيقولوا عامين غنعاود نرجع الا لقيت خصني نلقى هذا الشيء تغير. والحمد لله التغييرات كتوقع. ولا حنا الان غادي نمروا لمرحله جديده من جيل جديد من البرامج، حتى تعدينا داك التاهيلات اللي كنقولوا ديال لو غاتراباج. دابا غندوزوا لمرحله اخرى كما شاهدتوا المده الاخيره، وهذه كذلك من تعليمات مباشره لجلاله الملك اللي يطلب باش كل المدن توفر الان على برامج من الجيل الجديد كيتسمعوا. شكرا للسيد الوزير. شكرا. تعقيب اضافي؟ التعقيب تفضل التعقيب ديالك. الرئيس. شكرا السيد الوزير. اكيد ان وزارتكم بذلت مجهودات جباره لتاهيل المدن المغربيه، فعلى سبيل المثال للحصر مدينه تاوريرت. ففي اطار برنامج تاهيل المدينه رصد وزارتكم امكانيات مهمه توسعت بفضلها المدينه ولله الحمد، حيث قامت بلدية توريت بمصاحبة السلطات الإقليمية والمحلية بمجهودات جبارة للنهوض بأوضاع الساكنة. إلا أن ذلك يبقى ناقصا على مستوى العديد من الأحياء المهمة كحي النهضة، الحي الجديد مجنبة، حي الرحمة الكرام المجد، أحياء مهمشة ناقصة تجهيز. وبالتالي فإن رفع الهشاش عن هذه الأحياء مرتبط برصد ميزانية خاصة لتأهيلها. السيد الوزير طلبنا موعدا مع وزارتكم للبحث عن طرق لإعادة تأهيل هذه الأحياء من جهة، ومن جهة ثانية للبحث عن السبل الكفيلة لإنعاش اقتصاد المدينة، الذي توقف السيد الوزير بفعل الإجراءات الجديدة التي اتخذها السيد العامل بوقف البناء بالمدينة وقف الحلول التي كانت متداولة في السابق، بحيث أصبح من المستحيل إثبات ملكية العقار في هذه المدينة بشواهد رسمية نظرا لتعقد المساطر القانونية المعمول بها، علما أن هذه الأحياء خضعت لمسطرة التسوية بتوافق مع جميع الأطراف بما فيها الوكالة الحضرية. وضعية العقار الذي بنيت عليه مدينة تاوريرت. شكرا للسيد المحترم. شكرا. هناك تعقيب إضافي؟ ما كاينش.